لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفر. أهلا بكم سيدي. سيد باسل، هل تسمعني؟ نعم أسمع. أهلا بك، وأسألك عن قراءتك لتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستتولى إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا. تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا هذا الصدام كان يعني صداما متوقعا، وهو مسألة يعني كان ينظر لها على أنها مسألة مؤجلة، غالبا كانت ما ستأتي في لحظة ما، ويبدو أن لحظتها قد أتت، وهي لحظة تصفية الحسابات النهائية. الروس يرون في استقرار أو استتباب الأتراك داخل منطقة آمنة جديدة هو عبارة عن رسم خريطة نهائية للصراع بشكل ما فيما يخص مستقبل سوريا، وهم لا يريدون أن تمر هذه اللحظة بدون ثمن مناسب يقضي حضوره بشكل أو بآخر. وهناك حسابات أخرى كثيرة تتداخل فيها تركيا مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة وغيرها، وكل يريد تصفية حساب معين من طرفه. لكن نتحدث تحديدا في هذه النقطة عن تصريح الرئيس التركي بأن تركيا هي التي ستتولى تسيير هذه المنطقة الآمنة. بالضبط بالضبط، تركيا لا تريد شريكا في هذه المنطقة، وتنظر إلى الشراكة التي تطرحها روسيا أو تطرحها الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو عن طريق الأكراد على أنها عملية نقض لاتفاقات أو لمسائل هي بالنسبة للأتراك ينظرون لها على أنها تحصيل حاصل. وبالتالي في هناك حالة من الصدام السياسي إن صح التعبير بين هذه الأطراف، أو الخلاف السياسي بين هذه الأطراف حول ما ستؤول إليه الأمور بخصوص هذه المنطقة. يخشى الروس أنه لو استفرد الأتراك بإدارة هذه المنطقة أن يستفردوا بمستقبل أو يكون لهم كلمة أو يد عليا فيما يخص ما ستؤول الأمور فيما يخص مصير النظام ومصير بشار الأسد تحديدا. وبالتالي هم لا يريدون للأتراك أن يستقروا في هذه المنطقة ولا في غيرها بشكل منفصل، حتى لا يتمكنوا من فرض رؤيتهم أو من توجه معين سياسي يريدونه. لو ننتقل للجانب الروسي، ما دلالات ودوافع مقترح روسيا عن نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في هذه المنطقة الآمنة؟ روسيا يعني يطرحون دائما وباستمرار فكرة عودة سيطرة النظام السوري على المناطق المحررة، ويرون أن مسألة المناطق الآمنة هي مجرد مرحلة انتقالية إلى مرحلة بعدها يستعيد فيها النظام سيطرته بشكل أو بآخر على هذه المناطق. وبالتالي هم يفترضون وجود شرطة عسكرية روسية أو شرطة عسكرية مشتركة في هذه المناطق، هو عملية تمهيد لإعادة بسط أو سيطرة نفوذ النظام مرة أخرى على هذه المناطق، كما حصل في مناطق المصالحات في دمشق وحمص ودرعا وغيرها عندما تم نشر الشرطة العسكرية في البداية، ثم تم رفع علم النظام مرة أخرى على هذه المناطق وعودة الإدارة المحلية التابعة للنظام هذه المناطق. بتزامن مع استبعاد الرئيس التركي استعادة واشنطن لأسلحتها من ميليشيا سوريا الديمقراطية، ما هي توقعاتكم للموقف الأمريكي إزاء المنطقة الآمنة في سوريا؟ يعني هو الولايات المتحدة بحاجة إلى استقرار هذه المنطقة وبحاجة إلى إرضاء تركيا بشكل أو بآخر، لكنها في نفس الوقت قطعت شوطا كبيرا في التحالف أكثر مما ينبغي فيما يبدو التحالف مع الأكراد، وهي فيما يبدو لا تستطيع الخروج من هذا التحالف بسهولة. وإلى الآن هم يعني هناك حالة من التخبط فيما يخص موقف الولايات المتحدة بين الانسحاب من عدمه وشكل الانسحاب أو شكل البقاء ومصير الأسلحة، وهناك ملفات أخرى أيضا مهمة مثل مصير المعتقلين من داعش الذين يدفعون إلى عدد من الدول الغربية والموجودون في السجون الأكراد وغيرها، وكلها ملفات جدا حساسة وعالقة إلى الآن. أتوقع أن الولايات المتحدة في النهاية سوف تسعى إلى يعني إرضاء الأتراك بشكل أو بآخر عن طريق إعطائهم صلاحيات أو الضوء الأخضر للدخول إلى هذه المنطقة أو لبسط سيطرتهم في هذه المنطقة بعد ترتيب الملف الكردي. في ظل القصف المستمر بريف إدلب، كيف تفسر هذه الخروق الأمنية وماذا تبقى من اتفاق سوتشي؟ هو الأصل في موقف النظام هو الخروقات الأمنية. للأسف النظام طول الفترة الماضية كانت مسألة التهدئة هي المسألة الشاذة للأسف، وبالعادة هو يقوم بعملية الاختراق، ولذلك عندما كانت تمر فترة من الفترات دون حدوث خروقات أمنية كان ينظر لها على أن هناك شيئا مختلفا عن الوضع الطبيعي بالنسبة للنظام. النظام وضعه الطبيعي بالنسبة له هو إحداث الخروقات، لأنه يريد أن يوصل رسالة أنه لا يوجد منطقة آمنة وأن مشروع المناطق الآمنة غير ناجح،
وان مشروع المناطق الامنه غير ناجز، وبالتالي يطالب المجتمع الدولي بالتخلي عنه واستبداله بمشروع اخر. والمشروع طبعا بالاخر برأي النظام هو المشروع الذي يقضي بعوده سيطره النظام على هذه المناطق. رئيس مركز إدراك لدراسات باسل حفار، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية، شكرا جزيلا لك.